وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا مجددا. والآن طبعا فقرتنا مع الرياضة و يزيد ما لها إلا يزيد مواقف. شكرا علي. فقط رياضة طبعا هذه لازم أنت تتساءل عنها. خلاص سمعت المشاهدين علي. هو ربما في البداية نبدأ بكأس أمم أوروبا. جاي حامي. لا أنا كنت أفضل إني أبدأ بكأس أمم أوروبا لأن أعرفك بتشجع المنتخب الإيطالي. إيطالي أنا عارف بس وأخذ أربعة أهداف. أزديف خذ السينج. لا هو كان فوز مستحق لإسبانيا والمنتخب الإسباني أربعة أهداف كاملة ونشاهد الصور عليه إنه الاستقبال كان كبير رغم إسبانيا يعني الشعب الإسباني من ناحية النفسية بيعاني. لماذا؟ الأزمة الاقتصادية الأوروبية معروفة. البنوك تشتكي يعني لكن الآن المود بتاع الجمهور الإسباني فاز 4-0 كانت نتيجة مستحقة. المنتخب الإسباني لو نقرأ مشواره كله في هذا الكأس الأوروبية كان ممتاز وبالتالي يثبت أن فريق يستحق عليه. انت عامل تقرير عن الموضوع. انا عامل تقرير عليه على افضل ما ميز هذه الكأس الاوروبية. يعني النقاط التي او المحطات التي ميزت هذه الكأس الاوروبية. طيب شو رايك نشوفه يا زنيف؟ بلاي تفضل. وهشوف شو اللي معك انا. بعدين. اصبحني انه انا يطالي. منتخب اسبانيا بالاضافة لتحقيقه لسابقة هي الاولى في تاريخ كرة القدم بعد احتفاظه بتاجه الاوروبي في يورو بولندا واوكرانيا وتتويجه بكأس العالم في نسختها الاخيرة بجنوب افريقيا تمكن المنتخب الاسباني من الحفاظ ايضا على اهم الالقاب الفردية بعد ان توج مهاجمه فرناندو توريس بلقب هداف الدورة واندريس انيستا بلقب احسن لاعب. لم تنعكس قضية التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإيطالي سلبا على منتخبها في اليورو بل زادت لاعبيه إرادة مكنتهم من بلوغ الدور النهائي حتى وإن كان جل المتابعين يرجعون السبب الرئيسي في التألق للطريقة الهجومية غير المعهودة التي طبقها المدرب الإيطالي في هذا اليورو. رغم تألقه مع منتخب بلاده إيطاليا في المباراة النصف النهائية أمام ألمانيا بعد تسجيله لهدفين جميلين أهل بهما الأزوري للنهائي إلى أن الطريقة التي احتفل بها بالوتيلي في تلك المباراة سرعان ما تحولت إلى سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فشل السوبر ماريو في الوصول إلى شباك الحارس الإسباني كاسياس في المباراة النهائية. تنظيميا ورغم النجاح الذي عرفه يورو بولندا واوكرانيا مثل ما جاء على لسان رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني الى ان بعض الاخطاء التحكيمية كالهدف الصحيح الملغى لاوكرانيا امام انجلترا افشل تجربة تواجد حكم اضافي خلف كل مرمى. لم يتوقع عشاق المنتخب الفرنسي ان يعيش منتخبهم سيناريو مشابه لذلك الذي عاشوه في مونديال جنوب افريقيا وذلك بسبب خلافات داخلية بين اللاعبين أوقفت مسيرتهم في الدور الثاني وعجلت برحيل المدرب لوران بلون مع إحالة كل من سمير نصري وحاتم بن عرفة وآخرين على المجلس التأديبي. رغم التدابير الأمنية التي سخرتها الدولتان المضيفتان لإنجاح العرس الكروي إلى أن أعمال الشغب التي عرفتها بعض المباريات بالإضافة إلى بعض الهتافات العنصرية التي تعرض لها مجموعة من اللاعبين كادت أن تؤثر على قيمة هذا الحدث الكروي الأوروبي لولا الصرامة في التعامل مع كل الأحداث. لا يزال الخروج المبكر للمنتخب الهولندي في يورو بولندا وأوكرانيا يشكل اللغز المحير لدى المتابعين بعد أن تم ترشيحه كثاني أفضل المنتخبات للفوز باللقب بعد المنتخب الإسباني طبعا والذي كان قد واجهه في نهائي مونديال جنوب إفريقيا ما تسبب باستقالة المدرب الهولندي. في وقت كانت فيه جل الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب الألماني للتتويج بكأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بفضل تفوقه الواضح على جل المنتخبات إلا أن مواجهته بالمنتخب الإيطالي في المربع الذهبي بدد من آماله وجعل عقدة الألمان أمام الطليان
في المباريات الرسمية تتواصل إلى إشعار آخر. حلوة الموسيقى. يعطيك العافية، يعطيك العافية على الموضوع يزيد، بس راعوا عزيزة قوم من ذل. لا لا، إيطاليا إيطاليا تبقى في ربما ظروفها في المباراة النهائية، لكن ظروفه أربعة يا جماعة، يعني أربعة في 600 في شيء غلط في التركيب اللاعبين يعني. علي ربما احنا نشاهد الآن صور جديدة حول هيئة اللورد. هي كانت في قرارات، كانت في قرارات، في قرارات البارح هيئة البورد للفيفا قررت أمس الحجاب، أنه البنات بعد نضال طويل سمحت لهن باللعب بالحجاب، وهذا كان بفضل الأمير علي بن الحسين اللي قدم هذا الطلب منذ فترة، وتم الطلب الموافق عليه أن البنات الآن من حقهن أن يلبسن الحجاب في المباريات، وهذا شيء ربما بعد نضال طويل. بالإضافة إلى هذا كان في قرارات أخرى، أنه بعد الأخطاء اللي صارت في كأس أوروبا والهدف الذي الآن تعتمد التكنولوجيا في المباريات وزائد خمس حكام. بيقولوا اللي فات مات، خلينا باليوم، اليوم كأس العرب. كأس نعم العرب. الآن كأس العرب، الكأس العرب النهائي سوف يكون اليوم بين ليبيا والمغرب. المنتخب المغرب هو لو تحسب 50-50، المنتخب المغربي في المباراة الأولى بينهما تعادل 0-0، اليوم هي المحك الحقيقي. المنتخب الليبي يريد أن ربما يحقق شيء يسعد به الشعب الليبي اللي يعيش هذه الأيام أيام الانتخابات. تفضل الآن من سيكون الهداف باختصار؟ الهداف فيه لاعب الصالحي، سجل 6 أهداف، أهداف جميلة، متوقع اليوم أنه يسجل أهداف أخرى، لكن أنا أتوقع المباراة اليوم سوف تكون مباراة صعبة جدا للفريقين، وأعتقد أنه الترشيحات ستكون 50-50، وكل فريق وضع كل الإمكانيات. لكن أتمنى أنهم يفتحوا البوابات ببلاش، ما بدهم تذاكر، ما في جمهور. لا مفتوحة، مفتوحة ببلاش على فكرة، ذكرتيني بشكل. اليوم البوابات مفتوحة مجانا، الشيء اللي ممكن نقوله أن البطولة كانت ناجحة باستثناء غياب الجمهور. وأنت ناجح دائما زميلي يزيد المواقي الكابتن الرياضي معنا في MBC في أسبوع. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. العفو حبيبي. يعني مباراة بدون جمهور مثل اللي بيرقص بلا موسيقى هيك لحاله. هو كذا. مشاهدينا ومستمعينا، في قصة رئيسية ومهمة في هذه الحلقة عرضنا لكم بالأمس في الخميس، قصة مؤثرة للفتاة الأفغانية عائشة محمد، والتي تعرضت لعقاب جسدي لا يستطيع أي شخص أن يتصور أن يكون زوجها وعائلته بهذه القساوة علا. ليش؟ لأنهم قاموا بقطع أنفها وأذنيها وتركوها تسبح بالدماء، إلا أنها قطعت رحلة طويلة أوصلتها في النهاية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن التفاصيل مع زميلتنا المراسلات واشنطن، طبعا زميلة نادية البلبيسي، نتابع هذه التفاصيل. لقد حرصنا على أن تحصل على اللجوء السياسي حتى لا تضطر للعودة إلا إذا أرادت طبعا، وحرصنا أيضا على أن تحصل على التدريبات اللازمة في الإنجليزية حتى تتحدث بطلاقة وحتى تكون منتجة في هذا البلد، وبعد ذلك سعينا للحصول على المساعدة الطبية لها، فأنا عندما أفكر فيها أرى أنها تصنف كضحيات حرب، وهذا ما كان ليحدث إذا ما كنا هناك في أفغانستان، ولذلك نحن نتحمل جزءا من المسؤولية. تذكرت أنني رأيت لجنة الخدمات العسكرية وكان لدينا العديد من الشباب والشابات الذين عادوا بتشوه في وجوههم نتيجة التعرض للعبوات الناسفة وغيرها، وقلت يا إلهي هؤلاء الناس تتوفر لديهم القدرة وباستطاعتهم إعادة بناء أنفها وأذنيها، ولكنها لا تحتاج للأخيرة، فلديها شعر أسود جميل ولا تستطيع أبدا أن تلاحظ أنها ليس لديها أذنين. لذلك ذهبنا إلى مستشفى وولتر ريد وسألناهم إذا ما كان بإمكانهم إجراء العملية، وكم كنت سعيدا أنهم اتفقوا معي على أنه يجب علينا إجراء العملية.